وفي عمريتي الفلوجة تتراكم النفايات في مخيمات النازحين لتشكل هماً آخر يضاف إلى بقية الهموم التي تواجه النازحين. هذا ويحذر نازحون متوزعون على 34 مخيماً في العمرية، يحذرون من أن تكدس النفايات يسبب مشاكل صحية عديدة إضافة إلى الروائح التي تنبعث منها، فيما يؤكدون أن حرقها بين الخيام يسبب حالات اختناق، مطالبين الحكومة بمعالجة الموضوع على وجه السرعة. نفايات هاي بين الكرفانات تعال شوفها مطاعرة، وبالليل هالمحلات يجون يحرقوها، ما ننام الليل، الكرفان هذا يحترق، ذاك اليوم قوة ننقل المي مال الشرب ما نقدر نطفيها. بين الكرفان وبين الكرفان العالم يذب النفايات المحلات هاي اللي ورانا. تأثر على صحتنا وعلى صحة أطفالنا وعلى صحة الموجود هنا، يعني من الريحة مات الكريهة وهاي الأمراض اللي تسوي أمراض كلها جلدية، وهسه الناس ما عندها مادة اللي تروح للطبيب على مود تعالج نفسها. كدوس وساخة، وحتى قامت تهب علينا ريحة، يعني ريحة غدرة حيل، وصار حب بجسم البشر، وبس تلقاه يهرش وقام يحك، جوز منا ال 15 اذا ما شو حجر بيصير بينا. سبب تراكم النفايات هي المخصصات اللي المخصصه لبلديه ناحيه العامريه لم توفر هذه المخصصات، لذلك اكثر العمال ترك شغلهم من بلديه ناحيه العامريه، ذلك سبب تراكم هذه النفايات.